عائلة محمد نجيب استقرت في قرية النحارية محافظة الغربية، ولا يزال أقاربه يعيشون هناك. بيحب الرز المعمر، بيحب الفطير، بيحب الحاجات دي، يعني حاجات الفلاحين دي. ياكل هنا اليوم اللي يقعد هنا، وتاني يوم ياخذ الحاجة، واخر النهار ياخذ الحاجة ويوزها، نعبره الشنطة وياخذها ويوزها. جايب عربيته جابته لحد البوابة، ويجي يخش ما عرفش يخش جوا بالعربية، صفها برا ويجي على رجلي، وقبلوا الغفرة وكده، بقوا واقفين خايفين عليه، واقفين على الصفين كده. كانت بعيد عنك كس حارقة بقليل، وعد على العرق الخشب وجابوه، وجي شاف الحريقة وعد على عرقين اتنين خشب، كان البحر ناس. ويجي هنا عشان يشوف ولد أخوه، كان رئيس جمهورية يم. محمد نجيب ابن عمي، وأنا رحت الجيش وهو كان في الجيش برضه، فاهم ازاي؟ وأنا لما رحت حادثة الإيه؟ البتاع رئيس الجمهورية ومش عارف إيه ديت، هيت إيه؟ محمد نجيب، أنا كنت يعني في الجيش، زي ما بيقولوا محمد نجيب بقى رئيس جمهورية. محمد نجيب رئيس جمهورية، وقعد محمد نجيب شوية كده، قمت سنة ولا بتاع ولا سنتين، وجم يشيلونه تاني، هتفوا العالم بيه تاني، جابوه الشعب هتف بيه، جابوه تاني 24 ساعة وقالوا يشيلوه تاني. عادي محمد نجيبه بتاع، وبعدين ظلموه ظلم جامد، جه مرتين وهو في رئيس الجمهورية. بس أنا كنت في الجيش يعني، ما كنتش أنا هنا يعني، كنت هناك وانا في الجيش، قالوا ده حمل نجيب روح النحري، جه هنا مرتين، وكان بيجي قبل ما يبقى رئيس الجمهوريه، كان بيجي هنا عند ولاد اخوه عند عباس. رحت انا عنده البيت بتاع زي ما الكل ده، رحت عنده هناك البيت مرتين ثلاث، وبعدين حارس بيحشني، قلت له يا عم، هو قال لهم هاتوه، ودخلت واتغديت عنده هناك مرتين ثلاثه برضه وانا في الجيش، اقعد ساعة اقعد نص يعني، مسافة الغدا كده والواحد يقوم ماشي بيسألني، بيقول لي كويسين اهلي كويسين وبتاع وانتوا كويسين، قلت له كويسين، انا بروح زيارة دي انا بشوفهم هنا، وانا ما اروح هناك، قال لي يعني ما فيش حد، قلت له كلك كويسين وعماتك وبتاع، وبيسأل عليهم هنا كده، اقول له كويسين وتمام التمام، كل ما اروح يسألني عليهم. وانا زوجة حفيد من زي محمد نجيب، حماتي اللي انا عايشه معاه في البيت بتاع في البيت معاه دلوقتي، اللي هو بيت محمد نجيب اساسا اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، كانت دايما تحكي لي عنه، دايما تحكي لي عن الحاجه اللي كان بيحبها، ما كان بيجي هنا كانت بتعمل له اكل ايه، كانت الحاجه اللي كل حاجه كانت بتعملها له، واللي كان بياخدها معاه القاهره وهو ماشي، اللي كان بيحب ياكلها على طول. حتى اول ما اتجوزت هنا فلقيتها بتديني طبق، كم طبق كده من العدد، ولقيتها بتقول لي دولت عينيهم معاكي في النيش، ده من اطباق محمد الرئيس محمد نجيب اللي كان بياكل فيها اساسا الاطباق ديت. فانا عيناه عندي هو وثلاث اطباق من النوع ده في النيش عندي. وكان جانا مره هيئه الاثار كانوا عايزين البيت بتاعنا ده يعملوه متحف، وجم عينه وجم شافوه، بس للأسف المدخل بتاع البيت في حواري، فما ما ينفعش، لأن لو متحف هيجي في عربيات هتيجي تزوره، في ناس هتيجي تزوره، هتيجي تخش ازاي؟ فلقوه ما ينفعش، فالمشروع فشل يعني. هو أنا سمعت منهم برضو هما بيتكلموا إن كان في حريقة في قرية قدامنا هنا اسمها أليب،
كانت حريقة جامدة، والرئيس محمد نجيب كان هنا في البيت بتاعه هو والحراسة، فما سمع بالحريقة طبعا راح هناك وعشان يعدي البحر، لأن ما بيننا وبين قليب دي بحر، فاللي كان فيه جفاف فلازم يعدي كوبري يمشي له مسافة ساعة لربع أو نص ساعة عشان يلف ويجي البلد دي. فقال لهم طب وليه؟ طب ما احنا نوفر الوقود للجيش ونعدي البحر. ففعلا حطوا له خشب وعدى من عليه وراح فعلا البلد وشاف الحريقة وشاف الأهالي يعني شاف ايه اللي حصل هناك. كانت آخر زيارة له هنا في البيت وهو رئيس جمهورية. أنا اسمي يوسف على اسم جدي، وجدي على اسم وعلى اسم كمان ابن الرئيس محمد نجيب، هو ابن عم جدي. كان والدي كان بيحكي لي عنه ان هو وجدتي ان هو كان رئيس جمهوريه، وانا اصغر حفيد في العيله وعايش في بيت محمد نجيب، قاعد في بيته حاليا.